انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بمشاركة 59 مدرسة من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وتركز عروض المهرجان على تحفيز القراءة والمحافظة على البيئة، والتي استندت في نصوصها إلى المكتبة المسرحية المدرسية العربية لتجسد بهذا توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في اكتشاف المواهب في مجالات التمثيل أو الكتابة، وحث الطلبة على الإبداع والابتكار وتعزيز قيم التعاون والتشارك في العمل.